السلام عليكم، مرحبا يا اخوان، كيفكم؟ يا رب كل خير. جاتكم مقطع جيلي وما تركوا الا بيت وورد تراك دريفنج سيميليتر، طبعا محاكي الشاحنات. صار لنا زمان منا منزلين هاي اللعبه، حسب طلبكم حملت هذا المقطع وراح نجرب هاي الفولفو اللي معنا. طبعا ما جربناها لحد الان من بعد التحديث، فراح نجربها ونشوف سرعتها ونشوف ناخذ عليها حموله وان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للسكن يا شباب، السكن بتلاقوه بصندوق الوصف، تدخلوا على صندوق الوصف بتلاقوا رابط مباشرة بياخذكم على الفيسبوك، بتحملوا السكنات من هنيك. طبعا تحملوا وجربوا ان شاء الله يعجبكم، فراح نجربها هلا لهي الشاحنة ونشوف سرعتها. فلذلك قبل ما نبدا المقطع، سمونا صالح حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ودعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا، وتفعلوا زر جرس التنبيهات من كل جديد بترككم على المقطع مشاهدة ممتعة. طبعا شباب، مثل ما شايفين هلا نحن في اللعبة، راح ندخل اول شيء على الشكل الداخلي، نورجيكم الشكل الداخلي. طبعا الشكل الداخلي بهذا الشكل، هاي هي الفولفو. طبعا خلونا نشغل بسرعه مشان ما نطول عليكم. ايه يا شباب، بالنسبه لهي اللعبه، اللعبه بتنزل على اجهزه الاندرويد، على اجهزه الايفون ما بتنزل مع الاسف. بالنسبه للسكين، اذا كان بتحبوا نعمل مقطع شلون بنركب السكين، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله بنعمل لكم مقطع بنركب السكنات ونورجيكم شلون بتجيبوا سكنات وهالشغلات هي كلها. طبعا بالنسبه للعبه هلا رح ناخذ حموله ونورجيكم شو الترتيب. طبعا رح نحاول ناخذ حموله تكون قصيره مشان ما نطول المقطع كثير، واذا كان طال المقطع كثير رح احاول اني اجزئه. اول شيء شباب، رح نروح على مكان الحمولات. طبعا مكان الحمولات يا شباب هلا رح اورجيكم اياه، هذا هو يا شباب شايفينه. طبعا هاي الاشاره يا شباب عم بيقول لنا هون اختار حموله بدك اياها. في عنا اكثر من حموله، في عنا هاي الحموله، في عنا هاي. رح ناخذ حموله ما تكون طويله كثير مشان ما نطول فيها كثير. هيك اخذنا الحموله، رح نروح عليها ونشوف شو هي. شايفين يا شباب هي حمولتنا اللي رح ناخذها هلا. هنركب الحمولة بهالشكل، شايفين؟ والله هيك رح ننطلق بسرعة مشان ما نطول عليكم المقطع كمان. هاي شايفين الشاحنة من جوا ومن الشكل الخارجي، إن شاء الله يعجبكم السكن يا شباب. شايفين الشاحنة يا شباب كيف الوضع؟ ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم المقطع. طبعا اللعبة كثير واقعية، بس ناقصها مع الاسف اللي هو الاونلاين. الاونلاين ناقصها كثير بهي اللعبة يا شباب، الاونلاين ما في اونلاين مع الاسف. ف ان شاء الله بركي بنزلوا لنا اونلاين على هاي اللعبة وبصير نلعب فيها مع بعض في البث المباشر، في مثلا نلعب شبكة، بنزل مقاطع كذا يعني. بالنسبة للطرق، الطرق كثير فيها طويلة يعني، ما بعرف ليش، بركي بيظبطوها بيعتمدوا لنا على الوضع، بيقصروا لنا الطرق بيصير الوضع أفضل. طبعا بتقدر تشغل قوية مثل ما شايفين. يا شباب بالنسبة للبث المباشر، بتحبوا نجرب هي اللعبة بالبث المباشر ولا ما بتحبوا؟ مثلا إذا كان بتحبوا نجربها بالبث المباشر يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله اليوم إذا كان قدرنا نفتح بث مباشر بنجربها للعبة. طبعا شوفونا على الفولفو يا شباب، وانا الشاق الفولفو.
شوفوا لنا على السكن، شايفين؟ وهون كاتب لكم انا بسم الله الرحمن الرحيم فوق فوق. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد يا شباب. سبعة ونص صلاة على النبي يا شباب. اكتبوا لنا كل شيء وصل لهالدقيقة بالمقطع. بتمنى يكتب لنا الصلاة على النبي. سمعونا الصلاة على النبي يا شباب. شايفين على الطريق يا شباب، طريق صحراوي وطريق ضياع وغابات ومغابات ومدري شو. بس هاي اللعبة ناقصة يا شباب، ناقصة بس اونلاين. لو فيها اونلاين اللعبة بتكمل كتير كتير، عن جد بتصير اللعبة كتير حلوة. شايفين الطريق يا شباب؟ شايفين يا شباب هون في حاجز للشرطة بيوقفك، وقفونا فتشونا وزبطونا الوضع. شايفين؟ بتلاقوا رابط التحميل بصندوق الوصف. اللعبة لأجهزة الأندرويد فقط، مع الأسف أجهزة الأيفون ما بتنزل عندهم. يعني إذا كان بدكم جربوا بركي بتلاقوا لكم شي طريقة. يعني جماعة الأيفون، يعني على طول جماعة الايفون مع الاسف، يعني جماعة الاندرويد على طول محظوظين، وجماعة الايفون الله يكون في عونكم. وهيك شباب مثل ما شايفين هيك وصلت انا الحموله، بس ما ورجيتكم شلون توصل الحموله مشان ما نطول المقطع كثير، لاني طولت فوق ال 20 دقيقه ولحتى اوصل الحموله. الطرق فيها كثير طويله مع الاسف، هي الشغله اللي ما حلوه في اللعبه. ان شاء الله بركي بيقصروا الطرق، بيساووا طرق انه اقصر من هيك، يعني مود انه والله واحد يلعب بحموله مثلا اكثر شيء 10 دقائق، مو نطول 20 دقيقه او نص ساعه في حموله واحده، يعني مع انه انا اخترت اقصر حموله وهيك. فهي مثل ما شفتوا وصلنا الحمولة، وان شاء الله يكون عجبكم المقطع وعجبكم السكن. واذا كان بتحبوا نعمل مقطع شلون نقدر نركب السكن على اللعبة، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله بنعمل لكم مقطع. وهلا يا شباب كون وصلنا معكم لنهاية المقطع، بتمنى تعملوا لنا المقطع باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لصلكم كل جديد. وبترككم بامان الله وسلام.